الآن نستقبل عبر الهاتف من الخليل الدكتور بلال الشبكي أستاذ العلوم السياسية. الدكتور مرحبا بك. هذه المشاهد التي نعرضها الآن ينظر إليها بعض المراقبين على إنها صحوة في المجتمعات الغربية لدعم القضية الفلسطينية بطرق مختلفة من خلال التأثير، اعتراض على طرق تناول وسائل الإعلام الغربية لجرائم الاحتلال في قطاع غزة. ما الذي يمثله هذا للقضية، وما الذي يمثله أيضا من تغيير ربما قد يكون في هذه الوسائل؟ يعني أنا أراها كسر للحاجز النفسي الذي حال دون الاعتراض على مثل هذه الوسائل الإعلامية التي نقرت الأخبار دائما بانحياز للاحتلال الإسرائيلي، أكثر من كون المسألة صحوة، لأنه لا أعتقد أنه الكثير من الجماهير الغربية كانت يعني مغيبة أو لا تعلم حقيقة ما يجري، والآن استيقظت على هذه الحقيقة. كانوا يعلمون، لكن تراكم هذه الاعتداءات الإسرائيلية إلى الحد الذي وصل إلى ممارسة تطهير عرقي ونحن في عام 2023 وعمليات إبادة جماعية، ربما هذا يعني دفع الكثير من الناس إلى أن يكسروا حاجز الخوف الذي كان دائما يعني ما يشيد ويبنى من خلال الادعاءات بأن كل من يتحدث لصالح الفلسطينيين سيتهم بمعاداة إسلامية وما إلى ذلك. مضافا إلى هذا الموضوع أن حدثت تغييرات كثيرة الآن في الوسط الإعلامي على المستوى العالمي. لم تعد وسائل الإعلام الكلاسيكية ناقل الخبر أو تحتكر نقل الخبر، يعني وسائل الإعلام الكلاسيكية الآن بدأت يعني تنتقل إلى يعني مسار آخر، وهو مناقشة الخبر، البحث في خبايا الخبر وما وراء الخبر. نقل الأخبار أصبح متاحا حتى على المستوى الفردي في ظل الإعلام الجديد، وبالتالي لم تعد هذه الوسائل التي نجحت في سنوات ماضية مثلا خلال حروب سابقة في فيتنام أو في أفغانستان أنها ستنجح الآن لتقديم رواية واحدة. هذا ربما ما دفع الآن الكثير من الناس للانتفاض من حول هذه الوسائل، بل ولاعتبارها جزء شريك في محاولة يعني إدانة الفلسطينيين وزيادة لظى الحرب على الفلسطينيين. الآن ما الذي تعنيه للفلسطينيين؟ تعني الكثير، لأنه نحن نتحدث عن بلدان الرأي العام فيها رأي مؤثر في صناعة القرار، والرأي العام فيها يمكن أن يؤدي إلى سياسات جديدة وإن كان بشكل بطيء على مدار سنوات. نعم صحيح دكتور بلال، يعني حتى نكون موضوعيين بشكل كبير، هذا ليس اتهاما ولكن هذه الحقيقة. هذه الدول تعتمد المصالح أولا، وهذه الدول لديها معارك في المراحل القادمة. يعني مثلا بايدن له معركة انتخابية قادمة، فكرة خروج برأي عام موازي للرأي العام اليهودي أو اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بالتأكيد لن يؤثر على العلاقة الاستراتيجية مفهوم بين أمريكا وإسرائيل، لكن على الأقل يكون له موازنة حتى في بتناول وسائل الإعلام مثلا، حتى في وضع هذا الملف على الرئيس الذي سينتخب في 2024. ما رأيك في هذا الطرح؟ أنت محقة في ذلك. نحن يعني كما أشرنا نتحدث عن بلدان فيها تداول بالسلطة، بمعنى أن فيها انتخابات وكل 4 سنوات سيخضع هذا الشخص بمساءلة ومحاسبة من قبل الناخبين. الذي يؤثر في يعني توجهات الناخبين هو الإعلام، والإعلام الآن بدأ مكشوفا مفتوحا في الأوساط الغربية. نحن نتحدث عن وسائل الإعلام بعينها، وهي الوسائل الإعلام الكلاسيكية أو الكبرى التي انتشرت يعني حتى على مستوى العالم وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ما نشهده الآن من ما أسميته أنت صحوة الآن في المجتمعات الغربية تجاه القضية الفلسطينية بكل تأكيد ستلقي بظلالها على أصوات الناخبين. هذا الأمر بالمناسبة ليس استنتاجا منا بقدر ما هو إعادة قراءة لما تم خلال المسيرات السابقة، وخصوصا مسيرة واشنطن الماضية التي تحدث فيها المحتشدون وهم كانوا عشرات الآلاف، يقدر أنهم وصلوا إلى حوالي 300,000، أشاروا بشكل واضح إلى أنهم سيكون لديهم موقف من الانتخابات القادمة. وكما تعلمين أولئك الذين ينتفضون الآن في الشوارع الأمريكية هم من المحسوبين على الحزب الديمقراطي، بمعنى أنهم من الأصوات المفترضة لبايدن. صحيح. ومقاطعتهم للانتخابات صحيح أنها ربما تأتي بأسوأ من بايدن، لكن مقاطعتهم للانتخابات ستشكل ضغط على بايدن الحالي من أجل أن يعدل من سياساته تجاه. طيب دكتور بلال، أقف عند هذه النقطة قليلا، هل تعتقد أن هذه الأصوات قد ترقى إلى تأثير في القرار الأمريكي الذي هو بدوره قرار إسرائيلي أيضا فيما يتعلق بمجريات الحرب في القطاع؟
بكل تأكيد سيكون لها تأثير. نحن لا نتحدث عن 300,000 شخص فقط، 300,000 شخص من الذين حضروا المسيرة، بمعنى أن هذه الجهات لديها الآن قدرة للتأثير في حوالي 300,000 أسرة أمريكية، وتخيلي هذا الرقم وكيف يمكن أن يؤثر في المحيط. لذلك نعم هناك يعني ربما يؤثر بشكل واضح على المدى البعيد، لكن بدأنا نشهد حتى في هذه الأثناء تعديلا في بعض الخطابات الأمريكية، لأنهم باتوا يستشعرون أن هناك ضغط داخلي، وهناك الآن حديث متزايد عن ضرورة أن يكون هناك هدى، بغض النظر عن يعني دقة هذا المصطلح ليصف الحالة الراهنة. لكن التغييرات بدأت تحدث نتاجا لعاملين، العامل الأول الضغوط على المستوى الشعب الأمريكي وانفضاح الرواية الإسرائيلية التي قدمت في الأيام الأولى، والضغط الآخر على مستوى غربي خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هناك مستويات رسمية حتى في دول أوروبية باتت غير مقتنعة بأنه الغطاء الممنوح لإسرائيل هو غطاء واقعي، وممكن لأنه سيجر المنطقة إلى مواجهات يعني مفتوحة، وسيجر حتى أوروبا ربما إلى حالة من حالات عدم الاستقرار. نعم، من الخليل الدكتور بلال الشبكي أستاذ العلوم السياسية، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، شكرا لك.